خير ناس الحنايا. اليوم رانا في التكريم تاع في الجبيلي تاع التكريم تاع تواتي محمد وبن جلالي جمال، وهذا اللقاء اليوم الشيخ. واش قلنا محمد في هذا اللقاء تاع اليوم؟ اللقاء تاع اليوم يعني هذا لقاء يعني تاع اللاعبين القدامى واللاعبين الكبارين، لقاء يعني تاع اخوه تاع الشيخ، ونتمنى باش تتكرر هذه المناسبة في جميع البلديات وفي ولاعبين اخرين. كما نقول لك باللي كاين دراري اللي باش بوليداتنا باش ربي، هذا هو المقصود من هذا. اليوم راك تعيش، اليوم راك تعيش هذه الفرحة، كيفاش راك تحس بهذا اللقاء تاع اليوم؟ اللقاء تاع اليوم هو لقاء اعتزالي، لقاء تكريمي. نشكر كل من ساهم من بعيد ومن قريب في هذا التكريم، ونحس روحي كأني لاعب قدمت حاجة للحناية. الحمد لله قدمت الكثير والكثير. واش هي الكلمة الأخيرة اللي تقولها للناس الحناية؟ نتمنى السكان تاع الحناية، ونتمنى خاصة الرياضيين والمسؤولين على رأسهم المسؤولين، باش يميزوا ويخموا ويفكروا في هذا الأجيال الصاعدة هذه، باش ما تهوش باش ما تنحاربش، تبع تمارس الرياضة. ونتمنى هذه بلدية الحناية باش الرياضة تحيي الرياضات الأخرين، ماشي غير الفوتبول، الرياضة الجماعية والرياضة الفردية. إهمال تماما زعما كان جمال.